السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كنعرفوا جميعا أن تركيا فتحت حدودها مع أوروبا، وأنا في هذا الفيديو جيت نعطي بعض النصائح بحكم أنني عندي أعوام كثيرة في أوروبا وعندي شوية ديال المعلومات على اليونان على أوروبا. بغيت ننصح جميع العرب والمسلمين والمغاربة خصوصا بأن هذه الهجرة المفتعلة، أو كما كنقولوا هجرة سريعة، هذا القرار السريع اللي جا من عند أردوغان الحكومة ديالو، كنشمو فيه واحد شويه ديال الريحه ديال الغدر. هادشي اللي كيبان لي انا بعدا، كنشم ريحه شويه ديال الغدر، وبحال الرئيس التركي كيستعمل اللاجئين او العرب اللي عندهم مشاكل في الحياه ديالهم وكيحاولوا يهاجروا اوروبا. هذا كنسميه استغلال خطير جدا. وثاني حاجه، خاص الى اردوغان عنده مشاكل مع اوروبا، خاصو يحاربهم اقتصاديا ولا يحاربهم بالناس اللي عايشين في اوروبا واللي هما اتراك. يحاول يدير هذاك الشيء من عنده، من ويستغل بني جلدته، ماشي يدير هذا الشيء العرب ويخلي ولاد بلاده بخير. وهادشي اللي بغي نقول لكم وصافي. وتالت حاجة هو هاد الأمر خطير خطير جدا، راه ماشي بالسهل بأنكم تفوتوا الحدود. والأوروبيين راه ماشي كما كيصوروا الإعلام كتصوروا الألسنة الكاذبة والحاسين الكابا اللي عايشين في أوروبا كيزينوا لكم أوروبا والكور. أنا 16 عام في هاد البلاد، حذاري حذاري جدا، وراه ماشي بالسهل، وصعيب صعيب 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 جدا أوروبا والحدودات ديالها كاملين. والله المستعان، والله يسهل على الجميع.